طيب احنا هنبدا النهارده طبعا حلقتنا، بس خليني في البدايه اصبح كده على حضراتكم جميعا. بنبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد، وخلينا نبدا كده بحاجه لطيفه، الهدايا. تيالي كلنا بنحب الهدايا، متوقعه بقى غير متوقعه، في مناسبه مفيش مناسبه، غريبه مش غريبه، بس الهدايا حلوه في المطلق. يعني سؤال حلقتنا النهارده مع حضراتكم، ايه اغرب هديه جات لكم؟ بس هبدا السؤال ده مع محمد. هتدبس كده في الهواء يعني اول حلقه، بس عايز اقول لك فعلا جمال انا متفق معاكي جدا انه اجمل حاجه في الدنيا الهديه. يعني طبعا اول ما نسمع كلمه هديه القلب بينشرح كده، وبنحس انه حد يجيب لك حاجه ويفتكرها في مناسبه سعيده، في عيد ميلادك او غيره او اي مناسبه بتمر بيها. فكره الهديه اختراع عظيم جدا، وتهادوا تحاب طبعا. عشان ننشر ونوزع كده المحبه في حياتنا لازم نتهادى. جمانة بتسألني بتقولي أغرب هدية جات لي في حياتي إيه؟ وأنا على باب الاستوديو جمانة قاعد بفكر هي إيه أغرب هدية جات لي؟ ممكن تكون الهدايا اللي بتيجي من بنت صغيرة. بنتي جمانة مش بتديني هدايا، هي بتعمل مقالب يعني مقالب غريبة إبشائية جدا. فأغرب هدية كان في عيد ميلادي من سنتين، بعد ما خلصنا العيد ميلاد دخلتني أوضة كده وأجواء كده من السسبنس والغموض وبتاع، ولقيت بوكس كبير جدا. بفتح البوكس الكبير الاقي بوكس تاني جواه، افتح البوكس التاني الاقي واحد تالت. عارفه انت بوكسات الصغير خالص. في الاخر يعني عشان ما اطولش عليكي لقيت بوكس صغير خالص وزي تمثال صغير. بقول لها مين ده؟ بتقولي ده شبهك يا بابي، ده هو انت يعني. فاستغربت طبعا، لقيت ليا باي صله شخصيه كرتونيه غريبه. لكن انا بحس ان الهديه دي من اجمل الهدايا القريبه مختلفة. فكرت بالظبط مريم، برافو عليك. هي فكرت في حاجة جديدة ودي حاجة حلوة. طب جمانة أنا مش عارفة أقولها لك إزاي وأقولها للمشاهدين إزاي. أيوة، بس أنا يعني أنا صحابي ما بيجيبوش هدايا طبيعية، كل هداياهم هدايا غريبة جدا. بس أغرب هدايا جات لي، بس أنا ما بحبش الحلويات خلاص، جميل. وبحب الورد، فهم قرروا يجيبوا هدايا في النص. ما بين ده وما بين ده. جابوا ايه؟ عشان يرضوا كل حاجه. بالظبط، جابوا بوكيه مخلل. بوكيه مخلل عشان انت ما بتحبيش الحلويات. لا، فجابوا لي بوكيه مخلل، فانا فضلت باصه شويه يعني انا اتبسط ولا زعل؟ ولا دي حاجه حلوه ولا دي حاجه وحشه؟ طب البوكيه المخلل ده ما كانش فيه معاه يعني حاجه تتاكل، سندوتشين شاورما مثلا جنب؟ لا، هم كفايه عليكي كده، بوكيه مخلل وخلاص وسابوني يعني. بس انا قدرت ان هم فكروا بره الصندوق. حلو. وبعدين مخلل حلو برضه، مخلل بقى لا بس نوعه، جابوا معاك كتير الحقيقه. لا صرفوا الحمد لله. بس طب خليني اسالك بقى سؤال تاني. اتفضلي. سؤال ملحق بالسؤال ده. اتفضلي. ايه اغرب هديه انت جبتها؟ اغرب هديه انا جبتها، هفكر كده. في هدايا كتير. اغرب هديه انا جبتها كانت لزوجتي، يعني بعد سنتين جواز كده. جبت لها حاجه هي كانت نفسها فيها جدا من زمان، مش عايز اقول بالظبط ايه، بس فكره انك حاجه او حد بيفكر في حاجه بقاله فتره طويله، فمره واحده تفاجئه بشيء جديد او حاجه هو كان بيتمنى انها تبقى عنده. فالهديه كمان مش بقيمتها، انت عارفه؟ لا خالص. ممكن تبقى خالص. زي ما انت بتحب الورد، ورده واحده صح اعظم من اي حاجه في الدنيا. صح، دي حقيقه. دايما حسب مشاعر كمان صح. اللي قدامك يعني دي صح. حاجه مهمه جدا. على اي حال فعلا زي محمد قال، تهادوا تحابوا، هديه بسيطه جدا صحيح. جدا جدا، ممكن تقرب ناس من بعض صحيح. وممكن تخلي حياتنا الطف واسهل. يعني خلينا كده نقول انه دايما الحاجات البسيطه بتقرب الناس من بعض وبتبسطهم. فخلينا كده نجيب هدايا صغيره لبعض ونبسط بعض يا جماعه. دي ونفتكر مش بعض يعني في المناسبات الحلوه دي بتبقى موجوده وذكريات ما تنسيش ابدا. بالظبط، يعني يمكن الهدايا اللي من غير صحيح. مناسبه كمان بتبقى احلى وبتبقى مفاجاه اكتر. بالظبط، حتى لو يعني حاجه غريبه او حاجه عاديه زي ما جمانة قالت. وعايزين حضراتكم بقى تبعتوا لنا على صفحه البرنامج، عايزين نشوف يا جمانة تعليقات الناس وابداعات الناس كده، ايه اغرب هديه جبتها لحد في حياتك؟ ده سؤال حلقة النهاردة من صباح الخير يا مصر، مستنيين إجاباتكم على صفحة البرنامج على فيسبوك. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.